الحمد لله، طيبين كتير هالزعترات. شايفة حلب شو مفضلي علينا؟ وشلون شفت لي هالسلطات؟ ما في منهم، اللهم عافينا. طيب ليش ما بتاكلي انتي؟ مالي نفس، صب لك كاسة شاي. أنا منيحة ما بدأ سؤال، حكم بعد شوي بدي أقول لك باي باي. ليش وين بدك تروح يا رجال؟ على هو مثل العادة. يعني بدك تتركني لحالي؟ لك يا ستي هي ليلة من الليالي. لك مين بدك تعمل لي نفس القصة؟ طيب انت شو مضايقك بالموضوع؟ عم بتسلى مع الشباب. شوف حاتم، هي شغلة القهوة ما عاد اتحملها بنوم. يا حبيبي هو قاعد بالربع وانا قاعدة بعز الشوب. طيب روقي هلا وخلينا نعرف. مثل ما عم قلك هي الحالة ما عاد اتحملها ابدا. عال والله كل يوم بيتعشى بكير وبوشه على القهوة وبيجيني اخر الليل وعلش خير وعلى بكره بيفق لي ضحوة. كمان ما فهمت. يعني شو اللي عم يزعجك؟ انفقت ولا نمت؟ بعدين ليش لحتى تعصبي؟ ما في شيء محرز. عم عصب لانك اناني وما بيهمك غير حالك. لو كان طبعك انساني كان خطر وضعي ببالك. ليش شو بوضعك؟ هاتي سمعينا لنشوف. لك انت مالك ملاحظ اني انا مدفونه بالحياه دفن؟ يعني لا روحه ولا جايه وحاطه الحزن بالجرم؟ طيب ليش ما تروحي؟ مين ماسكك؟ رفقاتك كتار وجاراتك اكتر. والله اللي بيسمعك بيقول عني هلكك وعامل عليك عنتر. رفقاتي لا رح ياخذوني لا على الربو ولا على الشادروان، لا في مشاوير بشتهيها شهوه وما بيروحوا للنسوان، بقى شو بعمل بحالي؟ بقعد على ضفه النهر وانت بعيد من قبالي ناوي تطققني هار؟ هلا لا بدي طققك ولا تطققيني، بس النسوان خلقوا للبيت، بقى الله يرضى عليكي لا تنرفزيني. يعني بدك تروح ما في خواص. شو بتريديني اعمل لكان؟ اي والله القعده معك بتجيب الجنان. طيب قوم فتلني بجنينه وخليني شم الهوا، واحسن مالي قاعده حزينه منغير جو سوا. ما بقدر اليوم. وعدت الجماعة اني اجي اكيد، وحمدي هالمنظوم بس يسمع اني جاي بيجي اكيد. مو حلوة اتأخر، خليها لغير يوم. ايه بس انت كل يوم بتأجلها وهي مو اول مرة. ولا يهمك، هالمرة رح اسجلها وما رح انساها بكرة. يلا خاطرك بتريدي شي؟ لا تنتظريني بجوز اتأخرها، جيبي لي صدرية والطربوش. تكرم عينك. تكرم عينك. اسلموا. بدك شيء؟ لا أيوه سلامتك ما بدي شي. خاطرك حياة؟ الله معك. خاطرك حياة إيه ريتها تضرب هالحياة. بس بسيطة يا حاتم، إيه ما بكون حياة بنت نفيسة إذا ما عملتك هالليلة بإيدي مثل الخاتم. وراح حاتم على القهوة وقعد مع رفقاته حمدي وزهدي وبطيخ مبسمر وضراب الصخن. وبعد ما لعب وضحي ونكت لحتى ما عاد فيه، رجع بآخر هالليل على بيته لحتى يقوي. يا تغطيني يا حمامة وديني الدم من الهوى، هاتيني من حب علامة هالأسمر أبو. شو عم تعملي هون بأنصاف الليالي؟ شو عم بعمل يعني؟ عم بنتظرك. شلون عم تنتظريني؟ عم تنتظريني بنص الليل قدام باب سقاط؟ ايه شو بساوي لك مضطرة؟ ما فهمت، عربيني يا هشلون مضطرة بقى؟ هذا يا سيدي بعد ما رحت انت لبست ملايت وحملت حالي ورحت لعن جارتنا منيرة حتى شق عليها مشقة صغيرة، ولما رجعت بدي طالع المفتاح من الجزدان ما لقيته، والظاهر اني جوات البيت نسيته، مشان هيك اضطريت وقف استناك هون لحتى تجي وتفتح لي الباب. الله يصلحك على هالنسوة يا حياة، حدا بينسى مفتاح بيته؟ هذا اللي صار. شو بعمل يعني؟ الانسان عرضه لانه ينسى. ايه بعدي لي هيك لقلك، بعدي هيك. شبك حاتم؟ طالع المفتاح وخلصني، تعبت رجلي من الوقفة. صدقني واقفة غصب عني ومالي مصدقة امتى اتسطح نتفة. لكن صلي على النبي، انت الثانية ما عم لاقي المفتاح. يو شو هالحكي معقولة؟ لك والله ما عم لاقي المفتاح، وينه؟ ايه ليكون واقع منك بالقهوة. لك انو قهوة انت الثانية؟ طول عمري بقعد بالقهوة ما ضيع حكي. ها ها معناتها نسيانه جوات البيت، ايه ما في غير هيك؟ هيك بده يكون. الله يصلحك على هالنسوة يا حاتم، حدا بينسى مفتاح بيته؟ هذا اللي صار، الانسان عرضه انه ينسى. ايه وشو بدنا نعمل هلا؟ شلون بدنا نفوت على البيت؟ لك شو بيعرفني؟ عجزتيني يعني، ما في غير نخلع الباب. وبتقدر؟ بدي احاول. ها العمى انخلع كتفي ما كان ينفتح. لا حول ولا قوة الا بالله، لا افهم ماني تعبانة انعست، حاول كمان. ها
ما عم ينفتح، تقولي باب أنعم وهيك، بس كأنه ملاحظ إنه مقفول بالمفتاح. لا أيوه شو مقفول؟ يعني مين بده يقفله؟ أنا لما طلعت طبقته طبق. عم خيلي، شو بدنا نساوي هلا؟ ما بعرف والله يا حاتم، إيش بيحط العقل بالكف؟ يعني معقول ننام بسقاط؟ لا شو ننام بسقاط أنت تانية؟ لك وين بدنا ننام؟ هلأ مندق على الجيران أو يعني يا حبيبي عليك، بدك يانا ننام عند الجيران؟ إيه أصلاً بيكونوا نايمين. شو بدنا نساوي لك؟ أصبح منروح لعند أهلك ومننام عندهم. إيش نسيت إنه أهلي مسافرين بحمص؟ لا حول ولا قوة إلا بالله على هالعلقة. لقوا بيت أهلك زايرين عندهم أختك وصهرك وولادهم. هذا اللي كنت عم فكر فيه، لقيتها مو مناسبة. العمى وين بدنا ننام لكان؟ ما في قدامنا غير ننام بالأوتيل، ومعي دفتر العيلة بشنتايتي. بالأوتيل؟ آه بالأوتيل، شو فيها يعني؟ خلينا نتذكر شهر عسلنا. شرفي لنتذكر. يا سيدي جاي على بالي فرنجي مطفاية بالحمض والطوب، وبدي سمك مشوي مع الطرطو، وبدي السلطة ومتبل، والمحلي قطايف عصفيري. على عيني. يلا روح انت وصلنا على العشرة لما حضر حالي. يلا فظاعة شو قوية؟ ايش شو هالبنت اللي إليك؟ طالعة لأمها ذكية. يعني بالمختصر قضت ليلة أنيسة. مو ناقصة إلا تكون مع أمها نفيسة. أنتِ الثانية ضروري تعكري عليها ليلتها، خليها فرحانة بعملتها. المهم انبسطت حياة كومة بسط، وطلعت من الأوتيل وجوزها عم يشحطها منه شحط. هذا كله بعد ما سهرت مع جوزها ورقصت وفقشت وضحكت وانبحتت وما خلت عليها ولا بقت هيك لأدان الصبح. وبعدين حطت راسها ونامت منهنها، والله أعلم ما بين المرة وجوزها. وتاني يوم فزت من النوم الساعة 2 مثل الأكابر، وودعت الأوتيل بنظرة حزينة وهي عم تغادر. انتظريني شوي، رايح جيب الحداد واجي. وليش لا تروح تجيب الحداد؟ مشان شو يعني؟ مشان يفتح الباب. لا تروح ولا تعذب حالك، انا بفتحه. لك شلون بدك تفتحيه؟ اذا انا الرجال عجزت وانخلعت كتافي وما فتح. الشغله مو بالقوه يا حاتم، لكن لشو اخترعوا المفتاح؟ انا مفتاح. مفتاح بيتنا. لك ما دام معك المفتاح، ليش خليتينا ننام بالاوتيل ونحط مصاري؟ مشان تحس على حالك وتاخذني مشاوير وترجع على بيتك من القهوه بكير مثل العصافير. تفضل. فعلا ان كيدكن عظيم. شرفي يا خانو.